نحاولوا نجاوبوكم على سؤال من اسباب الاعوجاج نتاع الفقرات اللي في الظهر، كيفيه الوقايه والعلاج. هذا موضوعنا اليوم في الو دكتور. سونتي 5.5 اليوم في الو دكتور باش نحكيو على اعوجاج فقرات الظهر، شنو ما الاسباب وشنو ما المخاطر على صحه الظهر والاعصاب، كيفاش نجمو نحميو فقرات الظهر من الاعوجاج وطرق العلاج كيفاش تكون. هذا واكثر جاوبنا عليهم سحر تراد الاخصائيه في العلاج الطبيعي. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 35 120. ما لكونوا في الموعد اليوم على 10 متاع الصباح مع رحية مع الحياة فان. سونتي 5.5 صحتك بالدنيا. سحر تراد اهلا وسهلا بيك. نشكرك على حضورك بحضن. مشكل ولا مشكل مع تظهر ولا يسبب في مشاكل حتى يومية للتوانسة جنرال مو؟ أي بيان سور. واليوم الموضوع بارتي من أمراض الظهر، خاطر هما فريمون بحال الأمراض اللي نجمو يصيبو الظهر. عادي إنه يقلقني ظهري؟ بيان سور حاجة عادية جدا، تنجم حتى لابس عليه ظهرك كما جوست تعمل عندها أن إفور ولا تتعب في نهار يجيوك معناتها دي دولوغ في ظهرك عادية على الأخر. عادي الحكاية. عادي بالعمر إنه يقلقني ظهري؟ أي سي نورمال. مربوطش برشا بالعمر؟ مربوط بالعمر بالخدمة، معناتها فما لي فاكتور، راهو إلي إكزيست لي فاكتور، بليزيوغ فاكتور، نجم يكون العمر منهم، تنجم تكون الخدمة، لي زاكتيفيتي، لي بوستور معناتها اللي ناخذهم بوندون نهارنا، هذوما الكل أسباب يعملوا لنا وجع في ظهرنا. هل أنه السمنة من هالأسباب اللي تخلينا نظهر؟ بيان سور، السمنة سبب من أهم الأسباب. 77 288 307 77 288 307 هذا أرقام تنجموا تكلمونا وتطرحوا أسئلتكم الكل على الأخصائي في العلاج الطبيعي سحر تراد. اليوم موضوعنا اعوجاج فقرات الظهر، شو معناها؟ معناتها لازم الظهر يكون مستوي؟ باهي احنا باش نفسروها سكوليوز. شنو هو الاعوجاج؟ الاعوجاج هذا احنا لاحظوه أكثر عند شكون؟ عند الصغار ما بين 16 و 12 ans. جينيرالمون يجيو عندهم سكوليوز خاطر هي إيل أتاك براتيكمون أونتر 16 و 12 ans، مش إيل أتاك إي تظهر براتيكمون ما بين العمر نتاع 16 و 12 ans، تظهر لنا في العمر هذاك جينيرالمون. شنية هي سكوليوز؟ هما صغيرات ما تنجمش تكون بوستور يقعدوا فيهم خاطر هما إيسون أنكور سوبل، مازالوا سوبل بدانهم معناتها ما يشدناش برشا لي زاتيتود كيما عبد كبير. هذيا أون مالادي نجم يكون السبب نتاعها معناتها بدون سبب، ونجم يكون السبب مثلا لي زغمون السكس، اسكو طفلة ولا طفل، خاطر جينيرالمون البنات 70% من الناس بالصغار اللي عندهم سكوليوز سوسون دي في. 70% سون دي في. باهي معناتها كي تقول لي انا بين 12 و 16 سنه هكا ديما الموتيف دو كونسلتاسيون ما بين 6 و 12 ans، ما بين 6 ل 12. باهي معناتها تكون لابس عليها ولدي ولا بنتي يكون لابس عليها عمرها 12 سنه يولي عنده مشكله في الظهر يتعوج. تراه انت الماما والا لو بابا يل فوا انه ولده عنده اون ديفورماسيون في ظهره. كيفاش؟ احنا ظهرنا الى لو فورم دو اس على جنب كي نقفوا الكولون فيرتيبرال نتاعنا عامله اس. المشكلة في السكوليوز الاس هذيك تتقلب تولي فرونتال، معناتها كي تبدا انت واقف عاتيني بظهرك نراو الاس في ظهرك. فهمت الاعوجاج كيفاش يصير؟ تفسهل مسالش. زاد عطيني تصويرة اسهل شوية اللي يسمع فينا. اسهل شوية كي باش يقف احنا الظهر كيفاش نراو الكولون فيرتيبرال دودو كي تقف انت وتعطيني بظهرك. نرا خط مستقيم ومستوي واليني والكل. كي تبدا عندنا سكوليوز نوليو نراو خارجة وداخلة. سي درس منك السي. تقويسه مش 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 داخله في الظهر تقويسه. لا لا تقويسه هي بالعكس هي تعمل حدبه هي تعمل جيبوزيتي صحيت بالعكس سي سا. فما اللي بالعاميه خلينا نقولها بالعاميه سامحوني في الكلمه جنف، سمعت زي من الكلمات اللي سمعت ما يقول لك عنده جنف معناتها ظهره يميل دونك تكون مستوي حدبه تولي عنده كل حدبه في ظهره من كل خارج الحدبه مش ظهره كل ميل ظهره 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 تبدا ظهره فيزيبل. هذاك علاش ديما الاولياء يلاحظوا على صغيراتهم في عمر صغير مثلا في الدوش والا ما يقولوا ظهري نوجع تقولها ناحيه تريكو خرا ولا اللي هو معناتها واضحه وصريحه. كي تبدا سكوليوز دوغري معناتها بالكدي ديزون يفوت 15-20 دوغري تولي فيزيبل نجم راها اي حد معناتها نجم يراها ولي ميل معناتها هكا ولي ميل. انا هي لي ديفورماسيون شنو تعمل؟ تعطينا كتف طايح برابور الكتف رغم الحاجات رايس ميل من جهه وطايح من جهه. كي تبص الصغير القدام تحس اللي عنده جهه طالعه من ظهره وجهه هابطه معناتها فيزيبل على الاخر. خناتي بعض الاعراض الاوليه وصلحهم لي هذو من الاعراض اللي نجم يلقاهم عند الصغيرات الكل اللي عمرهم ما بين 12-16 سنه وتنجم تظهر. هذه ديما تظهر عندهم هما هي ديما ما بين لانفونس ولا دوليسونس في البريود نتاع الكرواسونس معناتها وقت فترات النمو تظهر عندنا الحاجه هذه. عدم تساوي زوز الاكتاف مش مستويين صحيحه؟ اي بيان سور.
مايله هذيك من حاجات لي معناتها سيتون اليرغ باش نمشيو كونسلتيو ا ميدسان. كي نحكي حتى نجم تكون سبب نتاع زوز اكتيف سامحني المش معناتها واحد طالع واحد هاب نجم تكون انيغاليتي في ساقي تكون سيق اطول من سيق دونك ما نجموش احنا ديريكتومون نعطيو ان دياغنوستيك دو سكوليوز. اما خلينا نعطيك بالعرض الثاني مالكيك تلقى انه البسام نتاعو مش مستوي زاده نجم يكون السبب نتاعها انيغاليتي مومبر انفيريور معناتها الحوض نتاعو مش مستوي نجم يكون سكوليوز هذاك علاش لازم نعديو فهمت لك علاش لازم نمشيو مع يلفو فواغ ا ميدسان باش ناخذو دياغنوستيك صحيح خاطر كي يبداو عندنا ساق اطول من ساق النيغاليتي في الساقين تعطينا كيف كيف تعطينا ان باسان انستابل بيان سور خاطر باش يبدا يولي يوقف على حاجتين ماهمش نفس الطول باش يعطينا كيف كيف كتف طايح وكتف هابط فهمت باغ كونتخ الحاجه اللي تعمل ديفيرونس هنا انه كي تبص ما تراش الحد بهذيك فهمت كي تبص صحيح كي تبص تراح ولا حتى كان من غير ما تبص يبدا صغير يمشي قدامك تحس اللي كتف سيان بارابور الكتف طالع نقولوا احنا بارابور الكتف بيه دونك كي يقول لك حاس كتفه خارج التالي صحيحه هذيك اي 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 صحيح اما ديما هاني قلت لك عطيتك الاكسبسيون خاطر تنجم تكون سبب نتاع انيغاليتي بون كتف خارج لداخل التالي لا بار كونتر كتف طالع وكتف هابط تنجم تكون سببها ساقين ماهمش قد قد نحس اللي القفص الصدري نتاعي معناتها صدري خارج شيره اكثر من شيره صحيحه بيان سور هذيك علاش سكوليوز تعطينا دي تروبل ريسبيراتوار مشكله في التنفس مشكله في تدفق الدم للقلب كيف كيف بيان سور به انه زاد معناتها نحب نعطي بعض الاعراض اللي تبدا باينه ما فماش وجايه معها الحكايه معناتها فيها وجايه بيان سور فيها تلقاه صغير عمره باغ اكزومبل 5 6 7 سنين 8 12 13 14 هذوما كل مازال نحكيو على معناتها عمر صغير يقول لك ظهري يوجع فيا بورتون فماش سبب معناتها فريمون يخلي صغير معناتها عنده السوبليس هذيك وعنده معناتها عنده لا بون فورم مش يقول لك ظهري يوجع ما ينجم يكون سبب وجع الظهر الا فما سبب وقتها نمشي نشوفوا احنا سيكوا خاطر نجم يكون مثلا لطف سبب تيمورال نجم يكون معناتها فما تيمور والا فما مرض خايب فهمت فما برشا اسباب من الاسباب هل انه صحيح تلقاو بعض الحالات العصبيه الامراض نتاع العصب تاثر؟ اي تاثر الكسور تاثر لي زورمون ياثروا الوراثه فما جانب وراثي من عوامل الخطر جانب كبير وراثي اي به صحيح انه كي يعملوا لهم عمليه قديمه تنجم العمليه ذيك تاثر على الظهر تعملنا سكوليوز لا ليه؟ ليه؟ ما تهميش العلاقة تأثر تأثر نجم تأثر على الظهر بحاجة خايبة أما إحنا نحكيو على الإعوجاج هذي ما نجمش يكون بروفوكي من عملية قديمة ضربة تيحة أكسيدون نجم؟ أي أما مش باللي دوغري متاع سكوليوز اللي هي معناتها تجينا إيديوباتيك بدون أي سبب فهمت؟ خاطر نجم تكون مثلا اون موفيز بوستور والا تيحه والا كيما قلت انت تنجم تعملنا اون بوتيت ديفورماسيون جو دي اما احنا نحكيو على سكوليوز توصل حتى ل 45 دوغري راه توصل لدوغري كبير دونك توصل 45 دوغري تولي شيرجيكا وبيان سور هذايا معناتها لا ديسيزيون تاع الميدسان والاشكال يكون وقتها كان في الظهر كان في الظهر بون هي تقلق احنا قلنا تجي الكاش توراسيك تعملوا ديفورماسيون تعملنا مشاكل في التنفس ما تخليش صغير يتنفس مليح والا حتى كبير تجي راهي عند كبير تجي بارفوا لنسى بعد المينوبوز هذيك علاش قلنا السبب نتاعها نجم يكون هرمونال برشا نسى بعد المينوبوز تظهر عندهم سكوليوز صحيح انه اليوم كي يبداو عندهم مشاكل في النوم وخاصه من الصغر منذ الولاده تنجم تاثر لهم وتظهر عندهم سكوليوز لا مشكل النمو اللي جنرالمون لي باه هل انه صحيح من عوامل الخطر اللي تخليني عرضه للاصابه بهذايا عند الصغار العمر معناتها تبدا تظهر كل ما نبدا نقرب لسن المراهقه احنا بعد المراهقه ما عادش تظهر ها لي تنجم تظهر بنسب قليله بعد 18 عام باش تظهر تبدا معناتها لاباريسيون نتاع السكوليوز تبدا ديفياسيون صعيبه ديما تبدا راني قلت لك ما بين لانفونس والادوليسونس فوتو سن المراهقه تنجم تظهر اما بحالات نادره اما العمر اللي تظهر فيه السكوليوز ويبدا ليفولوسيون معناتها التطور نتاعها وانه العمود الفقري يتعوج ويعمل لك الدوره هذيك والكل ديما في سن الطفوله والمراهقه صحيح انه البنات اكثر من الاولاد 70% بنات 30% ولاد اذا كان جوستي في علاش معناتها جوست في بار ولا كيسيون هرمونال تنجم تكون صحيح انه عندي شكون في العائله دونك هذا من عوامل الخطر اللي يخليني يكون عندي جينيتيك بيان سور سي جينيتيك وراثي اي وراثيه هي يقولوا معناتها انه ديزان اللي هي 70% نقولوا احنا كيف كيف جينيتيك وراثي من مضاعفات الاعوجاج في الفقرات مشاكل في التنفس بيان سور مشاكل في الظهر
مشاكل قلنا في القلب، التدفق نتاع الدم ينقص على القلب، مشاكل اي مشاكل في المظهر كامل اليوم ها تاع الواحد لا لا ما عادش. وراهي احنا نحكموا على السيفيريتي معناتها نتاع سكوليوز بالليفولوسيون نتاعها. معناتها اذا كان انت ما بين كونسلتاسيون وكونسلتاسيون سكوليوز نتاعك تزيد مثلا 5 دغري، معناتها هذه تسمى ايفولوسيون رابيد في سافيسا، تتقاس معناتها بيان سور تتقاس. هي تتقاس هي دوب ما تمشي ديجا لازم تتقاس لقداش عندك الدغري نتاعك قداش فما معناتها اعوجاج. جاوكم بعض حالات برشا معناتها وصل يوصل 45 درجه ثم حتى ال 45 راهي تولي معناتها تصلح بال معناتها بالجراحه ماكش ماش عم حتى شيء الكيني فهمت. تنجم تعمل بون اي سولاج نجمو سولاجي ونقصولوجي يعني رنفورسي ونتيري اه باش تتصلح كاريمون. لي توصل وجع في الرقبه كبيره بيان سور توجع الظهر كل الظهر كل دونك ما دبينا ما نوصلش الغادي معناتها بيع خاصه لي بارون اللي ترى ولدها ولا بنتها عنده ديفورماسيون لا نكبسوا بمحرمه لا نكبسوا بحد شيء نمشيو ميدسان ميدسان يعطي الكرسي كرسي هذيا كاينو تريكو عندي نشبهه بتريكو اما هو يبدا يبس عظم يقولوا المرضى يتلبس باش يصلح لنا البوستور نتاع الظهر. باهي استنى خلينا نفهم حاجه قبل ما نوصل في عمليه العلاج دونك انا لازم نثبت في ولدي بين 12 16 سنه سا سي امبورتون سته من ستة؟ اي بيان سور هي تبدا لاباريسيون نتاعها من ستة. ديما الصغار احنا كيفاش نحسبوا الصغار اللي يجيو للعلاج الطبيعي ديما عمرها ما بين 6 ل 12 في العمر الصغير والا من 12 ل 18 معناتها الانترفال نتاعنا من 6 ل 18 يتراوح نقولوا احنا يجيو وقتها صغيرات عندهم موتيف نتاع سكوليوز دونك وقتها لازمنا نركزوا معاهم صحيح تركزوا معاه. والخدمه ديما انا راني انا من اللي كيني اللي يقولوا الخدمه في الدار تداوي اكثر من الخدمه في الكابينه خاطر في الكابيني انا باش نعمل لك ساعه نهار غير نهار احنا الفريكونس نتاعنا باغ اكزومبل اون اور بوندون 48 اور معناتها اللي نصلحوا انا في الساعه هذيك ينجم بعد 12 اور 16 اور 24 اور نرجع لبوان زيرو لونتروتيان لونتروتيان لازم الاكزرسيس اللي يعملوا عند الكيني يعملوا هو في الدار 5 6 7 فوا مانيش قلقين صحتنا ذي ما نقلقوش منها بيان سور. باهي هل انه صحيح ينجم يكون ولايه صغير عادي بالسمنه تتحير له؟ اه بيان سور اسباب من الاسباب هي السمنه هذيك علاش ديما اللي عندهم سكوليوز قولوا نقصوا في البوا نضعفوا شويه. هل انه صحيح هشاشه العظام تنجم تعمل لي سكوليوز ولا؟ والله هشاشه العظام ما تظهرش ما تظهرش في عمر صغير. هشاشه العظام جينيرالمون تظهر لنا في عمر متقدم عند النساء بعد المينوبوز بعد الستين نقولوا احنا عند الرجال بعد فهمت معناتها ينجم يكون فاكتور اما ديما نرجعوا اللي هي السبب نتاع السكوليوز مازالوا ما عرفوش شنو هو فما اللي يقول جينيتيك فما اما الاكثر يقولوا ايديوباتيك معناتها بدون وحدها تطلع. باهي خلينا نزيد نعطي تصويره اخرى باش نقدموا الفرق قبل ما ندخل معاك كيفاش معناتها تداوي بطريقه طبيعيه سحر تراد اخصائي في العلاج الطبيعي. دونك سكوليوز هو ظهر اليمين معناتها كتف اعلى من كتف هكا معناتها السكوليوز هو العمود الفقري يطلع من البسان مستوي يجينا يتعوج يخرج يقرب للكتف ويرجع شد الرقبه هاكا باش نقمروه يبدا كتف اعلى من كتف جينا ماركت كتف اعلى من كتف حدبه صغيره كي نحطوا يدنا على كتف من هنا ومن هنا نحسوا واحد طالع وواحد هابط ماهيش الحدبه ماهوش البوسيو معناتها اللي لا لا هي تسبب تهزنا من الاول كي تظهر ما تظهرش الحدبه تظهر معناتها ان دوغري معناتها كبير شويه نسبة كبيرة صحيح كي يبدا عندنا دوغري كبير شويه تظهر لنا الحدبه اما من الاول حتى ما غير حدبه نجمو ديتكتيو تحس اللي العمود الفقري يميل ويرجع شد بلاصته ثم العكس انه تدخل معناتها فما يقول لك هزيت ولدي للطبيب قال لي اخر اسفل الظهر نلقاه اليوم دوكم دي اكزاجيراسيون دو كوربور معناتها الاس نتاع الافراط في الافراط في الاعوجاجات الطبيعيه نتاع الظهر خاطر الظهر بطبيعته راهو ماهوش مش ستيلو ماهيش سكوليوز لا ماهيش سكوليوز هذيك معناتها تحكيو على ايبر لوردوز ولا ايبر سيفوز حاجه اخرى هذيك باش يفرق سكوليوز باش شنو الفرق بيناتهم لي ديفورماسيون تحكي عليهم انت نراوهم كي يقف قدامنا العبد على جنب معناتها يقف نراو في جنبه والسكوليوز نراو كي يبدا واحد يعطينا بالظهر واضح نفهم حاجه اخرى سحر تراب اخصائي في العلاج الطبيعي سكوليوز الاعوجاج نتاع الظهر نحكيو على درجات بالدرجات هذيا وقتها تعرفوا مدى الخطوره وفانا ستاد فانا ما صحيح ونقيموا بها السكوليوز نتاعنا نفهموا بها اسكو معناتها هي ايفولو رابيدمون والا ايفولو بشويه يمشي لطبيب الاختصاص بيان سور يمشي الفو كونسلتي من الاول عندنا الفو كونسلتي دابور اول حاجه لا ما تربطوش بمحرمه ما تعمل له حتى شيء ما تقوليش هاني نهز دودي
هزوا للخطر بالحق راهي جودي باسيون تقول لك والله هنربط له بفولاره. مش تربط له بفولاره، انت تتقلق فيه تعصر فيه، ماهوش كيما الكورسي اللي باش تعطيه لك الميدسان، مش كيما الاكزيسيسات اللي باش تعطيهم لك الكيني، سان غين افوار. بهذه نصيحه اول حاجه تمشي للطبيب طبيب الاختصاصي بعضهم لي اخصائي في العلاج الطبيعي يشوفوا الدوغري نتاعها من الاول اذا كان معناتها ماهيش حاجه كبيره يبعث الكيني ولا يعطي كورسي ومع الكورسي يبعث الكيني. عملية العلاج خلينا نمشي هنا في الجانب الطبيعي على الاقل قبل اي تدخل جراحي خليوا الاخصائي الاطباء الجراح ايضا ديسيجن ترجع لها العلاج بالاحزمه اللي قلت لي انت على هذه معناتها باش يعطيه كورسي باش يعطيه اونديري مريول يبس شويه باش يقعد يمس على طول النهار ولا اغلبيه الوقت نتاع النهار خاطر هذيك باش يحاول يرجع لنا ظهرنا للبوستور معناتها البوزيسيون نتاع الكولون فيرتيبرال يرجع لنا للوضعيه الصحيحه. باهي هذه لازم في النهار في الليل يا ليه في الليل ما نجمش نقعد بيه خاطر نحكيك على حاجه ريجيد ومعناتها تقلق راهي سورتو الصغار ساعات يرفضوا انهم يلبسوا الكورسيه خاطر يقلقهم برشا وهذا راه مربوط بنسبه بدرجه التقوس اللي موجود مش بيان سور اي شوفوا ديما دوغري احنا ديما دوغري دوغري نبداو في تريتمون كي نفوتوا مثلا نفوتوا 10 ا 15 نبداو في تريتمون ا بارتيغ من 15 نعطيو معناتها نعطيو الكورسي ديما هذه راهو ديسيجن تاع الميدسان لل 40 في بالي من 15 لل 40 45 تولي خاطر نحكيو على 45 نحكيو معناتها على حاجه كبيره تولي انترفونسيون وقتها تولي جراح نحكيو على اعوام الحزام فما ناس تتطور لهم في اعوام فما ناس يبقاو لابسين الحزام اعوام وفما ناس ترجع معناتها تبدا ريدكتيبل في ساعه في ساعه ترجع تتصلح تتصلح حتى كان ما تصلحتش نقصوا الدوغري نحاولوا نرجعوه الاقرب الى الوضعيه الطبيعيه نتاعو ونعطيو دي زيكزيرسيس كي يعملهم كل نهار يعمل مانتيا يستحفظ نقولوا احنا على الحاله هذيك باش ما نمشيوش فيغ الحاله الجراف معناتها بوغ نو با اغرافي الحاله اذا ما صلحليش ينقص لي في التعويجه على الاخر ينقص لك في التعويجه ويشد وحتى كان ما نجمش نقصوا نشدوا اللي عندنا معناتها نشدوا حالتنا عندي 15 درجه نقط في ال 15 صحيح خير من نمشيو ل 20 و 25 باهي اذا نحيت الحزام هذه خلينا نسهلوا دونك نجم وقتها تتطور الحكايه تقول نجم كي تنحيه على طول نجم بيان سور ترجع باهي مع الاحزمه هذه فما ديزيكزيسيس لازم يقوموا بهم هذوما اللي تقوموا بهم انتم فما تريتمون كامل اللي تعمل في الكابيني فما بروتوكول باش نبداو مثلا بالانتالجيك باش نعملوا دي كورون تانس الكتروثيرابي انتالجيك باش نعملوا مساج دي كونتراكتورون خاطر بوغ دي كونتراكتي لي موسكل فيو كو عندنا معناتها ديفورماسيون دونك عندنا دي موسكل باش يتكبسوا ويتقلصوا دي موسكل باش يترخفوا نعملوا مساج تونيفيون للجهه المرخوفه بيان سور ومساج دي كونتراكتورون للجهه المكبوسه وبعد نبداو في الاكزرسيس والرنفورسمون نرنفورسي والفيبل نتيغي والمكبوس المتقلص اكيك هذه تقعد معناتها اللي فهمته تقعد عوام مادام 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 ظهرك معوج والا تنجم معناتها تبقى اعوام مع الكيني والا تاخذ بروتوكولك وتخدم معناتها في الدار في برشا نيس راهو الخدمه لتو ريدوكاسيون اي تري امبورطونت باهي انك تعمل ريدوكاسيون تاخذ المشوره نتاع الكيني نتاع الميدسان خاطر لازمك مش نامبورت كيل اكزرسيس ساعات تبدا مش فيك الاكزرسيس هذا يساعدك وهو بالعكس ال اغراف فهمت دونك لتو ريدوكاسيون مهمه جدا. شنو هي بعض لي زيكزرسيس اللي نجم نقوم بهم مثلا اللي يسمعوا فينا سامبل باغ اكزومبل سوبرمان يتكى على كاتر بات يهز يدو ساق وتقلب بالخليفة صحيح معناتها يهز يد اليمين وساق اليسار صحيح وبعد بالخليفة بالبالون باغ اكزومبل حط البالون تحت الجهة اللي خارجة منها يعمل فاي فيان ما عندكش بالون مش مشكل اعمل بوستيغ حط كوسان حط ان دغا بلي حط سيرفيت منشفة ملفوفة تحت الجهة هذيك وتتكى عليها خارج الظهر صحيح نعملوا كلهم دي زيكزيرسيس في الدار نمشيو لليتيغمون اكثر باش نقصوا لوجي ناتاسيون مهمه جدا 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 ناتاسيون السكوليوز صحيح التالون ينجم يعمل سكوليوز هو ما يبروفوكينيش سكوليوز ليها اما الى اغراف سكوليوز يزيد يقدم لنا بها دونك في الاخر او موان تداو شوي على الاقل تنقص ايه تنقص ليه تنقص تنقص بالسويفي و جو دي بيان بالديسيبلين بالانضباط نتاع الباسيون خاطر رمز صغيرات جينيرالمون كي يجيو يقلقوا من الروتين نتاع تروا فوا بار سومين نفس الحاجه مش يجي نفس لي زيكزيرسيس يقلق الصغير وسيرتو يراكي وحده مثلا مش هو وصحابه معناتها يمشي وبارفوا يل ريفوز البوغ نتاع الكورسي يرفض انه يلبس الكورسي ذيك يقول لك انا فاش قام نلبس فيه هم صغار بجنبي معناتها مش لابسين يقلق راهو الكورسي حتى فيها زين محفظه باغ اكزومبل
فهمت راهو اون ايجين دو في كومبليت بوغ ان انفون عنده حبيت يتحرك وصغير مشكل صحيت ما تنجمش تربطو بيان سور باهي شين صحيح نجمو نقدمو قبل نختم معك سحر اول حاجه في النوم نحاول ينرقدوا على ظهرنا ينرقدوا على الجنب اللي عندنا فيه الاعوجاج هذا ونحطوا تحته حاجه ديك بوستور تصلح سبور قلنا دو بريفيرونس ناتاسيون للي معناتها ما ينجمش حتى كان ظهره معاه شويه يقعد يعمل شويه سبور بيان سور يعمل سبور يعمل حتى احنا هذاش معاوز 5 دوغري نعمل سبور يعمل لي زيتيرمون قلنا الاكزرسيس هذا الى افيكاس نتاع سوبرمان يعمل شويه جناج جناج صح يتجناج حتى كان ما ينجمش باغ اكزومبل يعمل جناج يتكى معناتها سوغ لي كود ويهز ظهره خلي معناتها البصمه نتاعك كل القاع وهز شطرك الفوقاني كهو هذوما كلهم دي زيكزيرسيس باهيين يعاونوا اي سورتو لازم اول مره وبعض الاعراض هذه لازم تمشي للطبيبه نمشيو كونسلتو سورتو صغيرات نحاولوا ننقذوهم ديك لاباريسيون معناتها ديك تظهر نهزوا للطبيب بوغ ايفيتي انها تولي حاجه كبيره معناتها دونك الكيني كيما يعاونك في الكابيني كيما يعطيك دي زيكزيرسيس سهلين تنجم تعملهم في الدار نعاونو الكيني راهو كي تسال وتقول له اعطيني دي زيكزيرسيس نخدمهم في الدار يفرح راهو خاطر لي باسيون جينيرالمون حتى مريض ما يقولك شنو نجم نعمل في الدار الكل يجي ماذا بيك تعمل له المساج تعمل له لي زيكزيرسيس ويروح اوخ كو هما لي زيكزيرسيس في الدار هما اللي يداويو خاطر الواحد لازم يكون طبيب روحه كما نقولوا احنا في المهم سحر تراد اخصائي في العلاج الطبيعي اسباب اعوجاج الفقرات في الظهر هذا كان موضوعنا بالنسبه لليوم ان غرو ميرسي لحضورك بحضنا توت سويت الفلاش انفو سانتي اهلا وسهلا بكم الناس الكل بعد شو بكم الى مستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه ما تبعدوش انا رجعين